volontari di tutti i settori sono pregati di recarsi nell'area dello staff. طب بكل خير مشاهدينا الكرام، قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي، بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب، على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا؟ عيشوا هذه الأجواء. أوه، شيء غير عادي. بداية أحداث اللقاء، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، لمسة على اليسار، عنده مساحة خالية على الطرف. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، يرسل كرة، كرة رأسية، تسديدة أخرى، عازمين على خلق خطورة على المرمى وتكرار المحاولة. يبدو أنه أمامنا مباراة ساخنة، كرة طويلة للأمام، دانييلو كوادرادو مع كرة بينية، كوادرادو ومرة ثانية ينجح في المرور، كورة بلاوفيتش، يا إلهي هذه الفرصة كيف ضاعت، غريبة جدا ضاعت الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. ديمبلي يلعب كرة بينية، انطلاقة مدافع إلى الأمام، تانكلينج سليم قانوني، بيير أوباميانغ، الكرة إلى خارج المرمى، بيير أوباميانغ لم يكن في المستوى المطلوب في هذه الفرصة، أضاع على فريقه هدف. دانييلو، أوباميانغ سيطرة من الحارس على الكرة، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا، وصلت إليه ديبالا، يحاول أن يلعب كرة واحد ضد واحد، فرصة بلاوفيتش، الكرة تضرب في القائم وترتد. الكرة ملعوبة إلى الأمام، بوسكيتس
بدون مخاطرة يعود بالكرة. سيرجيو بوسكيتس، دي يونغ، بيدري، ديبالا، يمر يلعب كرة بينية. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. يوفنتوس على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. ديبالا، الله يا ولد يا ولد يا ولد، قدر على الظهور في مثل هذه الأوقات. هذا الشيء يظهر لك النجوم، شخصية اللاعبين، سمتهم، مهارتهم، شخصيتهم. هجمة مرتدة جاءت سريعة بعد افتكاك الكرة من الوسط. ضغط الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات، وهو ما يلعب عليه هذا الفريق. Gol per la Juventus. Ha segnato al 52esimo minuto. Numero... Juventus يتقدم بهدف نظيف، تقدم مستحق بصراحة. جوردي ألبا، فيران توريس، جوردي ألبا يستلم الكرة من الخلف. لعبة عرضية إلى داخل ال 18. استعادة الكرة سريعا. بيدري، هل يستطيع الحفاظ على هذا النهج حتى نهاية المباراة؟ صعب جدا في رأيي، على المدرب أن يكون حذر في الدقائق القادمة. آرثر. L'affluenza di quest'oggi è di 45.996 spettatori. يحاول تمريرها من بين المدافعين. انتهت الهجمة الواعدة مبكرا. تلعب الكرة إلى الأمام. بوسكيتس. يوفنتوس لم يجري أي مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. الحكم يحتسب ركلة حرة على حافة المنطقة بدلا من داخلها. بالنسبة لهم هذه أقرب كرة إلى المرمى. دانييلو، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. قد تكون هذه فرصة ديبالا. محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. محاولة جيدة من الفريق، لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال فرص بشكل أفضل.
أراوخو، دي يونغ، لمسة بينية، مساحة خالية على الجانب. يجب استغلال فرصة ومحاولة إدراك التعادل، لأنه دقائق تمر ولا يوجد وقت كافي لصناعة فرصة أخرى. والآن عملية attenzione, una sostituzione. ديمبلي. Il quarto uomo عثمان ديمبلي. ينتظرها لاعب في المساحة. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. دي يونغ، بينية جميلة، عثمان ديمبلي. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. عبروا هذا الاختبار من الأهداف، لماذا؟ بفضل خط الدفاع، صلابة دفاعية. جدار برلين، ديبالا اختير رجل المباراة ويستحق هذه الرأيب. هذا ما يحب أن يشاهد الجمهور، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكرة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. مع نهاية البث المباشر لهذه المباراة، أشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن ألتقيكم قريبا في مباريات قادمة.